بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم دازت صلاة التراويح في واحد الأجواء ربانية وأجواء إيمانية. الحمد لله بعد سنتين ديال التوقف ديال هذه الصلاة ديال التراويح، الآن عاود رجعت الأجواء ديال رمضان، وكنشوفوا الأعداد الكبيرة ديال المصلين اللي كتجي من كل صوب لهذا المسجد ديال الزيتون. فهاد الأجواء الربانية وهاد الرحمة اللي نزلت اليوم الحمد لله. على كل حال كنعيشوا هذه الاجواء الرمضانيه اللي افتقدناها السنتين، والان الحمد لله في جو من الايمان والخشوع في حضور جميع المصلين من جميع الفئات، النساء والاطفال والرجال كذلك، في هذا الجو الرباني. نتمنوا يتقبل الله تعالى من جميع المغاربه، ونتمنوا يرفع الله هذا الوباء، وشكرا. اجواء روحانيه عشناها حقيقه من خلال اليوم الثاني من رمضان، اجواء افتقدناها منذ سنتين، أجواء كان لها وقع كبير جدا من خلال الجائحة، والحمد لله أننا اليوم بعد العودة إلى الأجواء الطبيعية عشنا واحد الجو رائع جدا من خلال التحاقنا بالمساجد، التحاقنا بهذه الأجواء الروحانية. نتمنى الله سبحانه وتعالى أن يزول علينا هذا الوباء وترجع المياه للمجاري ديالها. سنتين عشناها حقيقة داخل المنازل، ما افتقدناش الصلاة، يعني صلينا في البيوت ديالنا، درنا يعني التجمعات العائلية، ولكن الجو العام ديال التجمع المسلمين هو الأهم، هو الالتقاء. إن شاء الله يعني التقطوا واحد الإشارة واحد رسالة مهمة، أن الأزمات خص الإنسان يكون يعني فوق الأزمات كنعرفوا النعم، كنعرفوا القيمة ديال النعم اللي نعم علينا الله سبحانه وتعالى من خلال هذه النعمة ديال التجمع ديال المسلمين.